everybody, I hope you're good and happy. سلام الله عليكم مشاهدي الكرام في فيديو تقديمي خاص بباك 2021 باكالوريات إكزام. إن شاء الله سيف هذه السنة غادي يكون شرح مفصل لجميع الدروس التي تأتي في الإطار المرجعي وليس فقط في المقررات الدراسية. كما تعلمون أو ربما لا تعلمون أن هناك تقريبا 3 ديال المقررات اللي كاينه في المغرب: Gateway والTicket وحتى الInsight. هاد 3 ديال المقررات متفرعين على عدة جهات في المغرب، كل مدينة أو كل جهة أو كل أستاذ أو كل مدرسة كتقرب واحد من المقررات اللي فيهم 10 ديال اليونيت نفس اليونيت، غير هو تختلف الطريقة ديال تقديم كل يونيت. أما الدروس ديال جرامر تقريبا هي هي، تبقى غير اختلاف في ترتيب ديالها. كي يلعب ده مثلا بالجيراند أو إنفينيتيف، كي يلعب ده بالباسيف فويس، كي يلعب ده بالكونديشنال تايب 2 و 3 and so on. أوكي، يعني غير ترتيب ديال الدروس وديال اسم الوحدات هو اللي مختلف. هذا هو اللي خلى الامر ديال 70% اللي كانت غادي تقام السنه الماضيه ما نجحش مع اللغه الانجليزيه، لانه كاين اختلاف في البدايه ديال الدروس. كاين اللي قرا ودرس من ديك الدروس اللي تحيدوا وما كانش في الامتحان الوطني، وكاين اللي العكس ما قراش واحد الدرس وكان في الامتحان الوطني. لهذا ما خصناش نعاودوا نفس الاخطاء، ما خصناش نبقاو نتسناو حتى لاخر لحظه ونتسناو الوزاره تعطينا اطار مرجعي ناقص ولا زايد. المهم خصنا نوجدوا من البدايه ديال السنه. وكيف ما كتعرفوا كاينين 10 ديال الوحدات في ماده اللغه الانجليزيه باك 2021. هاد الوحدات هي gifts of youth، يعني مهارات الشباب. هاد الوحده هذه خاصك تحاول تاخذ اكبر عدد ممكن من المفردات باش انه يمكن ان اي نص يتحط خاص بهاد الوحده هذه في نهار الامتحان الوطني انك تفهمه وتجاوب على الاسئله بشكل سليم. زائد انه في هاد الوحده يكون واحد الدرس ديال الجرامر خاصك تفهمه وتخدم اكبر عدد ممكن من التمارين خصوصا بمنهجيه الامتحانات الوطنيه. بالنسبه للانشاء كيكون واحد المنهجيه ديال الانشاء ضروري خاصك تكون عارفها، يعني في كل وحده كاين واحد المنهجيه ديال كتابة الإنشاء. الإنشاء راه ماشي غير تجي يكتب، وإنما كتكون واحد المنهجية بسيطة مجرد ما كتعرفها يعني ممكن تكتب الرايتينغ بشكل بسيط جدا وتكتب النقطة الكاملة. الوحدة الثانية هي الهيومر، الفكاهة، حتى هي نفس الأمر خاصك تكتب أكبر عدد ممكن المفردات، وهذا كيختلف من تلميذ لتلميذ، شكون اللي مهتم الأول، شكون اللي حتى لشهر 4 ولا شهر 5 عاد كتشدو السخانة ديال الامتحان الوطني عاد كيبدا يوجد. المهم على حساب كل تلميذ وشنو كيدير. يونيت نمبر 3 كاين الفورمال والإنفورمال والنون فورمال إديوكيشن، ما يسمى التعليم الرسمي والغير رسمي والتربية الحياتية. نمبر 4 عندنا سيستينيبل ديفلوبمنت، سيستينيبل ديفلوبمنت هي ما يسمى التنمية المستدامة. نمبر 5 عندنا الومن اند باور، يعني النساء والسلطة. نمبر 6 وي هاف كالتشرال فاليوز، ما يسمى لا 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 القيم الثقافية. نمبر 7 عندنا سيتيزنشيب، يعني وحدة خاصة بالمواطنة. نمبر 8 وي هاف انترناشونال اورجنايزيشنز، عندنا ما يسمى المنظمات الدوليه. ونمبر 9 عندنا الادفانسز ان ساينس اند تكنولوجي، يعني التقدم في المجال العلمي والتكنولوجي. والوحده الاخيره بطبيعه الحال هذا الترتيب اللي كاين في التيكيت ربما يختلف على الانسايت والجيتوي غير في الترتيب، اما هما نفس الوحدات. عندنا في الوحده الاخيره برين درين، هجره الادمغه. بكل بساطه خصني ناخذ اكبر عدد ممكن من الكلمات من كل وحده، يعني يكون عندنا نص ويكون عندنا فوكابري في كل وحده، يعني نحاول ندخل الحصه ديالي مع الاستاذ ديالي ناخذ اكبر عدد ممكن من الكلمات، زائد انني نفهم درجه الجرامر بالاضافه للامر يعني اللي كيبعدوا عليه معظم الاساتذه او التلاميذ. الاساتذه ملي كيلقاو النيفو طايح ديال التلاميذ طبيعه الحال كيلقاو انهم صعوبه يخدموا معهم الرايتينغ، مي هناك منهجيات كتسهل الامر بشكل كبير، وهذا هو الامر اللي غادي نشوفوه ان شاء الله على هذه القناه هذه. يعني غنشوفوا منهجيه بمنهجيه ان شاء الله اللي غادي تيسر لكم انكم تكتبوا الرايتينغ بشكل بسيط جدا ان شاء الله. موعدنا في على قناه learn and enjoy with عادل على قناة اليوتيوب إن شاء الله، أنه غادي تكون زي دروس بشكل أسبوعي وربما مرتين كل أسبوع، وغنبداو أزيرو يعني بالدروس لم سانكيام ولا سيزيام. غيقول لي شي واحد علاش حنا بغينا الدروس ديال السانكيام ولا السيزيام مثلا بريزنتينغ بريش بغينا نديرو به كاع حنايا مثلا، هو قرينا نورمالمون في التروازيام اني اعدادي. بالناس اللي قراو لونغ اللي في التروازيام اني اعدادي راه قراو بريزنتينغ، حنا اشنو عندنا ما نديرو به؟ اوكي، الجواب هو انه
هذا البريزنتيبل حتى هو كاين في الاطار المرجعي وكيتحط في درس خاص بال او في سؤال خاص بالازمنه يوم الامتحان الوطني، سواء البريزنتيبل سواء البريزنت كونتينيو سواء دروس اخرى كلها غادي تعرفوا عليها درس بدرس ان شاء الله. كيبقى فقط ان تكون عندكم الرغبه جامحه ان شاء الله في اخذ كل درس في وقته وانكم تراجعوه باش توجدوا الامتحان الوطني باحسن حله ان شاء الله وتكونوا اكثر استعداد من غيركم وتحصلوا على افضل النقط. تحياتي لكم وما تنسوش انكم تبارطاجوا الفيديو التقديمي على اساس نوجدوا ان شاء الله ابتداء من هذه نهايه الاسبوع الى نهايه السنه الدراسيه وان شاء الله موفقين. تحياتي لكم ونتلاقاو مع فيديو رقم واحد اللي غادي يبدا بلا باس ديال اللغه الانجليزيه ان شاء الله، وغادي نشوفوا فيه دروس بسيطه جدا اللي غادي تهيئنا وتكون هي لا باس دروس اصعب اللي كاينه في المقرر ديال الثانيه بكالوريا. حتى الناس اللي ما عندوش مع لونغلي ان شاء الله غادي يفهموا الدروس بواحد الطريقه سلسه وسهله جدا. تحياتي لكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله على قناه Learn and Enjoy with Adil. See you. Bye bye.